أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية على شمال غزة بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سانكوم في بيان أن الولايات المتحدة أسقطت جوا حتى الآن أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدات التي قدمها الرصيف البحري العائم في غزة.